وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. بداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة، وما هو أثر عرض الفرص الاستثمارية في القطاع العام على الخاص ومردود ذلك على الاقتصاد؟ تحية طيبة لكم وللمشاهدين الكرام. وبداية يعني يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار بأن الشراكة بين قطاعين العام والخاص هي شراكة ضرورية، وأن اليوم الوقت هو مناسب لأن يتخلى القطاع العام عن الدور التقليدي وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وأيضا أن يعمل على وضع خطة تنموية بالشراكة بين قطاعين العام والخاص. هذا طبعا يعني يأتي تأكيد على ما جاءت به الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وطبعا ما في شك أن اليوم القطاع الخاص يعني هو يعتبر حجر الزاوية اللي يدفع عجلة الاقتصاد، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع اليوم بقوة وعنده موجود هناك مهنية وإدارية وقادر على توفير التمويل اللازم لتنمية المشاريع، وهذا بدوره طبعا سيخفف العبء على الحكومة. وعليه فإن يعني اليوم عرض الفرص الاستثمارية في القطاع العام وأيضا دعم الحكومة سيؤدي إلى تحريك عجلة التجارة، سيؤدي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، أيضا سيؤدي إلى تنمية وتطوير القطاعات التجارية والصناعية. كما أعتقد أيضا سيؤدي إلى استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل تكون نوعية في العديد من الوظائف المهنية، سيحقق أولوية خيار المواطن أولا في سوق العمل، ويتماشى أيضا مع خطة التعافي الاقتصادي، ويسرع من وتيرة الفرص النوعية اللي هي تهدف إلى استدامة الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. وفي الوقت الحالي طبعا هناك في تقع مسؤولية على غرفة تجارة وصناعة البحرين، مسؤولية طرح المزيد من المبادرات والبرامج لتحفيز القطاع الاقتصادي لتهيئة البيئة لدفع عجلة التنمية وإطلاق مشاريع اللي هي راح تسهم في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.